FM. الكلمة ليك. أنا رأيي أنه هو يعني الواقع يعني هذا جزء من السجال السياسي، معناها وتحذير الشعب التونسي أنه يجب عليه أن لا يكرر الخطيئة الكبرى اللي ارتكبها في 2014 بانتخاب حزب فاشل متشتت منقسم، ناس أكرمهم الشعب التونسي بثقته باش يديروا شؤون البلاد، ومنذ اليوم الأول وهم في خصام يسبوا في بعضهم ويتضاربوا ويتعاركوا، بونية وعصي وأجنحة، عليهم هانت عليهم تونس لهذه الدرجة؟ هم جماعة نداء تونس عليه عليك. بلادنا في ظروف اقتصادية صعبة، في ظروف اجتماعية صعبة، انتظارات كبيرة، تبقى البلاد وحلة بين رضا بالحاج وبين شو اسمه هذا الحافظ قائد سبسي وفوزي اللومي مش عارف شكون وخماح سكسيلة، وهذا يسب في هذا وهذا يسب في هذا، والدولة ضايعة. يجب على الشعب التونسي أن يحتاط. الكلمة ليك.